نستهل قراءة الصحف العربية من مصر، حيث كتبت الشرق الأوسط أن لبنان يشهد حركة احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي رفضا للأوضاع المعيشية الصعبة. وتابعت الصحيفة أن معظم مناطق هذا البلد تسجل قطعا يوميا للطرقات في وقت يواصل فيه سعر الدولار الارتفاع مقابل الليرة، ما أفقد المواطنين أكثر من 92% من قدرتهم الشرائية. وفي قطر كتبت صحيفة الشرق أن البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد أعلنت إنهاء أعمالها وخروجها نهائيا من دارفور غرب السودان اليوم الأربعاء. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمين العام المساعد ومسؤول البعثة بابكر سيسي أكد في الخرطوم إنهاء عملية يوناميد التدريجي في السودان وفقا لقرارات مجلس الأمن الذي اتخذ في دجنبر الماضي. وفي الأردن أشارت صحيفة الدستور إلى أن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء أعلن في تقريره عن تراجع معدل طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2020 بنسبة 32% مقارنة بالعام الذي قبله. وجاء في التقرير بحسب اليومية أن دول الاتحاد استقبلت العام الماضي 485,000 طلب لجوء، وهو الأدنى منذ 2013. أما في الإمارات فكتبت صحيفة الاتحاد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كشفت عن توجيه الدعوة لأكثر من 70 سفارة عربية وأجنبية ومنظمات دولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.